مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه البث المباشر الصباحي. تحية صباحية نجددها لكل المتابعين الأوفياء، ونقولكم بداية أسبوع موفقة بإذن الله تعالى، وبركاته أغلى التحية وأعطاب الأمان يتمنى لكل الأوفياء الشعب بامتياز. دراسة مجددا عاد الحياة إلى شوارع المدينة، فكل واحد طبعا يقولنا من أي منطقة كتابنا كديرة الأجواء في المناطق اللي انتم كتابعنا فيها إخواني الكرام متابعي قناة الشعب، فتحية عاطرة لكم إخواني الكرام، وكنتم لكم صباح مبروك بخير يا رب لكل أوفياء هذا القناة الأجواء إخواني الكرام في شوارع العاصمة السوسيقات الصغيرة تشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر الصباحي. تحياتي أختي كريمة، شكرا لك على المتابعة. تحية أيضا أخي يونس من الطرف، شكرا لك أخي يونس، صباح الخير والتيسير إن شاء الله يا رب، أحلى صباح لأحلى متابعين. فكنقول لكم أسعد الصباح يا رب. وأنتم كما تشوفوا يعني الجو مشمس في مدينة أكادير، وأيضا ربما يعني كانت من الحل يعني حرارة مفرطة اللي كانت تجتاح يعني الشوارع ديال المدينة، وأيضا مختلف المناطق المجاورة لمدينة كبير كان فيها واحد الموجة ديال الشرقي. مع الأسف الشديد الله يرحمها يا رب، وكنتمناو من الله تعالى الرحمات، وأيضا الله يجيب شي شتي وعلى نفع كمال بخاري. صباح الخير اخي الكريم، تحياتي لك اخويا كمال، شكرا لك للمتابعه. فقط دائما الهدف هو اننا نقربكم يعني الاجواء الصباحيه، ونشوفوا معنا يعني كل ما يجري بالشوارع المدينه الصغيره. فتحيه للجميع، تحية خاصة لكل متابعين الأوفياء في المكان، وكنقول لكم الله يسعد الصباح يا رب. والحركية بدأت تنتعش وتدب في شوارع المدينة الصباحية مع بداية الأسبوع، مقارنة يعني الأسبوع الماضي حينما تزامن مع الضغط المدرسية التلاميذ بدأوا يعودون إلى حجرات الدراسة. الصباحي
كما كتشوفوا يعني التلاميذ اللي بداوا يعودوا الدراسة مع بداية يعني الدراسة مجددا. شكرا لك ابو زياد، تحياتي لك، تحية ايضا اخت الملك الداني، صباح مبروك، تحية ايضا للاخ احمد، شكرا لك اخي الكريم. فانتم كما تشوفوا هذه الاجواء الصباحية هنا بمدينة اكادير وازقة وايضا شوارع المدينة كما تشوفوا مع المدينة الصباحة. فقط ارتأينا باش نقربكم اكثر من الاجواء الصباحيه، على امل لقيكم في بث مباشر اخر. لم يتبقنا الا ان نودعكم اخواني الكرام الى الملتقى في بث مباشر اخر ومع موضوع اخر ان شاء الله باذن الله تعالى.